بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هتكلم عن شيء مهم جدا جدا، وهو الحياة قبل وبعد الانترنت. تعالوا نشوف مع بعض ايه الفرق اللي حصل بين الحياة قبل الانترنت وبعد الانترنت. طبعا الانترنت بقى اهم شيء، ومواقع التواصل الاجتماعي بقت اهم شيء في حياتنا. الكل بيبحث عن اللايك وعن الفيديو وعن المشاهدة وعن كل حاجة. الفيسبوك خد كل حاجة من الناس. مواقع التواصل الاجتماعي كلها أصبحت هي الشغل الشاغل لكل الناس، ستات أو رجالة أو أطفال أو شباب. كل شيء اتغير، وكل شيء للأسف اتغير إلى الأسوأ. الحياة زمان كانت زي ما حضراتكم شايفين كده، كانت بمنتهى المودة بين العائلات. العيلة الواحدة بتكون زي ما حضراتكم شايفين، اللي بيلعب مع أخوه، الأم بتعمل الشاي في القعدة نفسها، الأولاد بيلعبوا مع بعض. ما فيش حاجة اسمها تعلق بحاجة زي الإنترنت. الإنترنت جذب كل الأعمار وجذب كل المحبين ليه، سحر لهم بمعنى أصح. كانت الحياة في منتهى الهدوء، تلفزيون بسيط، العيلة كلها تتجمع حوالين التلفزيون، الكل يتفرج. القعدة شيء جميل وشيء راقي وشيء فيه مودة ورحمة وتآلف ومحبة. كان الجميع في مودة. القصة اختلفت تماما بعد الإنترنت. كل ده كان قبل الانترنت. كنا نشوف ممكن حد بيلعب، حد مبسوط، حد بيضحك. نشوف بقى قبل الانترنت كان عامل ازاي. اقصد اسف، بعد الانترنت. بعد الانترنت اصبح هو ده الاكل على السفرة. كل واحد حتى في وقت الاكل مش قادر يسيب الموبايل من ايده، ولا قادر يسيب مواقع التواصل الاجتماعي، ولا قادر يسيب الفيسبوك وما شابه. بصراحة هو ده اللي موجود في الحياة، مش كلام، هو حقيقي. ده فرق بين الزمن قبل الإنترنت وبعد الإنترنت في نفس الصورة. الحياة شوفوا كانت عاملة إزاي على الشمال في واقع الإنترنت الأليم، وعلى اليمين السعادة اللي باينة على الأسرة وهي بتاكل وتتكلم مع بعض على الأكل. حتى الأصحاب أو الأصدقاء لو حبوا حتى يشربوا فنجان شاي مع بعض مش بيقدروا يتكلموا، لأن كل واحد بيكون مشغول مع نفسه في الإنترنت واللي يخصه على مواقع التواصل الاجتماعي. ده كان العلاقة بين الزوج وزوجته زمان. الناس قبل ما تدخل لمساوئ الانترنت، وقبل ما تدخل لصراعات الفيسبوك، واللي الصراعات اللي بيعملها الفيسبوك بين الناس، والخناقات والمشاكل والحوارات، وهو ده الوقت الحالي او الوضع الحالي اللي موجود بين الازواج بسبب صراع الانترنت وصراع الفيسبوك وصراع الصراع الغريب لمواقع التواصل الاجتماعي في حياتنا. لو رجعنا زمان تاني هنلاقي كانت العلاقة كده بين الأزواج، حتى لو كبار في السن كان بينهم كل مودة ورحمة وعلاقة رائعة رومانسية حقيقية. بعيد تماما عن المشاحنات والمشاجرات، وكان هو ده الوقت الحالي للعلاقة بين الزوجين. الانفصال التام يكاد يكون بين كل واحد والتاني، كل واحد انعزل تماما عن الآخر. الحياة أصبحت هي كده، وبالتبعية الفيسبوك أكرمه الله أوجد شرخ كامل بين الأزواج. أصبح دايما الخلافات هي الموجودة. أصبحت الخلافات دي تملأ كل البيوت بلا استثناء، وللأسف إحنا مش واخدين بالنا. حتى الأطفال أو الأخوات أو البنات الصغيرين كان ده وضعهم مع بعض.
كانت علاقتهم ببعضهم كويسة وجميلة زي كده، كان بيتعاملوا مع بعض كأخ وأخته، كأخته وأخوها، كأخت وأختها. كانت هي دي العلاقة الحميمة، العلاقة الجميلة اللي كانت بين الإخوات. الإنترنت دخل بوظ الدنيا كلها في العلاقة، بقت هي دي العلاقة بين الأخ وأخته، حتى لو كانوا أطفال ما بقاش فيه الرحمة بينهم. زمان كانت دي العلاقة بين الرجل وزوجته، أصبحت دي العلاقة بين الرجل وزوجته في الزمن الحالي بكل شيء عجيب. ونفس الوضع، هي دي العلاقة الموجودة الإنترنت. الإنترنت مش بيميز بين طفل وصغير وكبير، استولى على كل الفئات والأعمار، صغير لطفل أكبر شوية. ما بيميزش الإنترنت في سلب العقول، لحد ما بيوصل للشاب الكبير يستولي دايما على تفكيره وعلى وقته وعلى كل ما يخص حتى الشباب وتفكيرهم، وبيغير كل حاجة في تفكير الشباب. حتى البنات بتوصل للوضع ده عن طريق الإنترنت، وده أخطر 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 ما يكون من الفئات، لأن البنات طبعا هي قنابل موقوتة. بنوصل في النهاية إن حياتنا من واقع النت واستمرارنا على النت فترات طويلة هيبقى هو ده وضعنا في الآخر، وآخر حياتنا هنوصل لنفس الصورة دي والعياذ بالله. يعني أنا أعتقد إن جنون الإنترنت هيوصل البني آدمين والبشر كلهم لنفس أتمنى أكون بس قد فدت حضراتكم بمعلومة، وياريت نخلي بالنا من الحاجات دي. الجميع السلامة إن شاء الله. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.